بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأيام قلائل ويحل علينا موسم عظيم من مواسم الطاعات، وهذا الموسم هو موسم الحج، وما شرع الله تعالى لنا فيه من عظيم الفضائل والقربات والطاعات، وأعظمها وهو حج بيته المعظم. لذا ستكون هذه الكلمة الموجزة تتعلق بمقاصد الحج وأثر كورونا أو جائحة كورونا على هذه المقاصد. وسأقسم هذه الكلمة، وهو دون البحث، سأقسم هذه الكلمة إلى مقدمة أو تمهيد ومحورين. المحور الأول يتعلق بمقاصد الشريعة من الحج، والمحور الثاني يتعلق بأثر جائحة كورونا على هذه المقاصد. أما التمهيد، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فمن خلال هاتين الآيتين وغيرها يتبين لنا أن الله تعالى جعل لعباده علامات ليعرفوا الشهور والأيام والسنوات، ويهتدى بها إلى معرفة مواقيت الصلاة والزكاة والحج والصيام والنذور والكفارات وعدد النساء ومدد الإيلاء وحلول الديون وغير ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى. ثم خص الله تعالى بعظيم حكمته بعض الشهور والأيام بفضل يفوق ما سواه، كما قال تعالى في الأشهر الحرم: قال منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال عن شهر رمضان المبارك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال عن شهر الحج: الحج أشهر معلومات. ثم أخبرنا الله تعالى أنه أيضا فضل بعض الأيام على ما دونها من الأيام، فجعل ليلة القدر خير من ألف شهر، وأقسم الله تعالى بعشر ذي الحجة والفجر وليال عشر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن العشر هذه المقصود بها عشر ذي الحجة. وما من موسم من هذه المواسم الفاضلة إلا ولله تعالى فيه شعيرة من شعائر الطاعات يتقرب فيها إليه، وفيها نفحة من نفحات رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فالسعيد
من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى الله تعالى بأنواع القرب والطاعات. ومن أعظم هذه المواسم موسم الحج، فإن الله تعالى قد أثنى على بيته الحرام في كتابه العظيم بأعظم الثناء، وفخمه بأعظم تفخيم، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى في موضع آخر: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فإن الله تعالى قد عظم بيته وشرفه أعظم تشريف، فأسأل الله تعالى أن يزيده تعظيما وشرفا. ثم ننتقل إلى المحور الأول من محاور هذه الكلمة، وعنوان هذا المحور: مقاصد الشريعة من الحج. وإذا قلنا المقاصد، أحسب أن كثيرا من طلاب العلم يعرفون هذا المصطلح، ولعلي أقربه إلى من لم يكن من أهل هذا الشأن. فإن المقصود بالمقصد أو المقصد الشرعي بمعنى الحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى هذا الأمر، أو ما يسمى بالمصالح التي من أجلها شرع الله تعالى هذا الأمر، أو المفسدة التي من أجلها حرم الله تعالى هذا الفعل. ومصالح ومقاصد الحج كثيرة لا يمكن جمعها أو اختصارها في هذه الكلمة الموجزة. فإن من أعظم مقاصد الحج أنه فيه تحقيق وبناء لأعظم ركن من أركان الإسلام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انتهى الحديث. فإن أعظم مقصد من مقاصد الحج هو بناء هذا الركن الذي لا يمكن للمؤمن أن يكون مسلما إلا بتحقيقه. ومباني الإسلام الخمس، كل واحد منها يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. فالحج المبرور يكفر السيئات ويوجب دخول الجنات. وحسبك بهذا مصلحة ومقصدة من مقاصد الحج. والمقصد الثاني هو وقر وتحقيق الإيمان في القلوب، لحديث: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. والحديث صحيح.
فإن الإيمان الذي يقوم بالقلوب أصل كل خير، وبه يحصل له أو للعبد يحصل له سعادة الدنيا والآخرة. فمتى رسخ الإيمان في القلب انبعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة، وانبعث اللسان كذلك بالكلام الطيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحين يقر ويستقر الإيمان ويتحقق الإيمان في القلوب ينعكس ذلك على الجوارح. وأفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله هو الحج المبرور. ولعلها هنا نذكر فائدة فقهية في تقديم الجهاد على الحج، فإن المقصود هنا بحج التطوع لا حج الفريضة، فإن فريضة الحج تأخرت إلى السنة التاسعة من الهجرة، فقال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، أي في تقديم الجهاد على الحج، حين كان الحج تطوعا قبل أن يفرض. ومن المعلوم في قواعد الشريعة أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، فإن الحج أو فريضة الحج فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فإن الحج فريضة الحج لا شك تقدم على الجهاد في سبيل الله تعالى. المقصد الثالث: تحقيق عمارة المسجد الحرام بالذكر وقراءة القرآن والصلاة والطواف. فإن عمارة بيوت الله تعالى من أعظم المقاصد والقرب. يقول تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذه الآية وإن جاءت عامة في مساجد الله تعالى وفي بيوت الله تعالى، فإن دخول بيت الله الحرام في هذا العموم هو من باب أولى. فعمارة أفضل المساجد وأشرفها وهو بيت الله الحرام أولى وأحرى أن يتناوله هذا الوعد الكريم الذي ورد في هذه الآية الكريمة، لا سيما وأن الله تعالى ختمه بقوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإن من يعمر مساجد الله تعالى لا سيما المسجد الحرام بالذكر وقراءة القرآن والطواف، فإن الله تعالى وعده بأن يهديه سواء السبيل. بل إن للمسجد الحرام خاصية اختص بها في عمارته عن سائر المساجد، فإن قصده بالزيارة وعمارته بالطواف هو نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذه رواية الأكثر. وفي رواية أيضا صحيحة: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وبالرواية الثانية قالوا أن الحج المبرور عام في الرجال والنساء،
والرواية الأولى هي خاصة بالنساء حين قال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وإذا قلنا بالرواية الثانية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فإن هذا يشمل الرجال والنساء. والعلة في كون الحج والعمرة جهاد لأنه يجهد المال والنفس، كما نقل عن بعض السلف: نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال، والصيام كذلك، والحج يجهدهما، فرأيته أفضل، لأن الحج فيه جهاد بالنفس وبالمال، أما الصيام والصلاة فإن الجهاد أو الجهد يكون فيهما بالبدن دون المال. المقصد الرابع: تعظيم شعائر الله. وما يعود من هذا التعظيم على العبد بالتقوى والصلاح والاستقامة. يقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك أن من أعظم هذه الشعائر ما جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم حين قال: أفضل الحج العج والثج. فالعج هو رفع الصوت بالتكبير والتلبية، وذلك لا يكون إلا في الحج. والثج الوارد في الحديث إراقة دماء الهدايا والنسك، فإن الهدي من أفضل الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى الله تعالى. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لذلك لعظم هذه الشعيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي إلى منى فتنحر عنه وهو مقيم بالمدينة، حتى وإن لم يحج، لكن كان صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي إلى منى. المقصد الخامس: التزود بالتقوى، فإنه لا زاد خير من زاد التقوى. ولا دعي الحاج حين توديعه بأفضل من التقوى. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأمر الله تعالى الحاج في هذه الآية أن يتزود بالراحلة وبالزاد وبالمال وكل ما يبلغه إلى مواطن الحج، ثم نبهه أعظم تنبيه فبين هذا الأمر على الأمر بالتقوى، وبين أنه ينبغي أن يحرص الحاج أكثر ما يحرص على أن يتزود بتقوى الله عز وجل. لذلك حرصت الشريعة الحاج لا سيما الحاج على اجتناب الحرام والرياء والمباهات، وكان السلف يدعون إذا أرادوا الحج فيقولون: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها
ولا سمع. وقد قال بعضهم في من حج لكنه ضيع حجه باللغو والرفث، وضيع حجه كذلك بالمباهاة والرياء. وقال بعضهم شعرا: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. انتهى المحور الأول. ثم ننتقل إلى المحور الثاني. والمحور الثاني كما أسلفت يتعلق بجائحة كورونا وأثرها على مقاصد الحج، ويظلنا هذا الموسم العظيم وهو موسم الحج وجائحة كورونا لم ترفع بعد، فما زال العالم يئن من وطأتها، وكلما خبت ظننا أن هذا هو نهايتها، لكن سرعان ما تنتشر في موضع آخر، وحسبنا ما تتناقله وسائل الإعلام عن أثر هذه الجائحة العظيم في الهند، وألوف الموتى والقتلى من جراء هذه الجائحة في هذه الأشهر القليلة. نسأل الله تعالى الحماية والسلامة. وقد علم يقينا أن التجمعات الكثيفة هي من أعظم وسائل نشر هذا المرض، لذلك حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقليص عدد الحجيج في هذا العام، ثم زادت من تحرزاتها فجعلت الحج مشروطا بشروط صحية، منها أن يكون الحاج قد أخذ اللقاح أو طعم باللقاح المضاد لكورونا. وهذا القرار الذي اتخذه ولاة الأمر بني على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح، فإنه لو فتح الحج على مصراعيه كما كان سابقا فإنه يخشى أن ينتشر المرض على النحو الذي انتشر في بعض الدول كالهند وغيرها. ومع هذا فإن فضل الله تعالى كبير ورحمته واسعة وشريعته بالغة، فإن أغلق باب الحج والعمرة على كثيرين لهذه المصلحة فقد فتحت الشريعة أبوابا أخرى من أبواب الخير والفضائل، ما يقوم مقام الحج والعمرة لمن عجز عنها من ذلك. أولى هذه الأبواب التي يمكن لمن عجز عن الحج والعمرة أن يطرقها ما ورد في صحيح البخاري أن الفقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي
ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يجمعون بها، ولهم عفوا، ولهم فضل أموال يحجون بها، ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحدثكم بشيء؟ إن أخذتم به جئتم بأفضل مما يجيء به أحد منهم، أي من هؤلاء الذين حجوا واعتمروا. فقال صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. انتهى الأمر. فإن هذا الباب يحتاج إلى تذكير، فكثير من الناس ربما يظن أن أبواب الخير لا تكون إلا من هذا الباب، باب الحج والعمرة. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم، وهو هذا التسبيح الذي يأتي به المؤمن بعد كل صلاة، فمن أتى به على وجهه الأكمل فإنه بذلك يبلغ بل يتجاوز هؤلاء الذين يحجون ويعتمرون حج النافلة والعمرة النافلة. أما من كان ذا مال وحلال ولم يستطع الحج فإن تجارته مع الله تعالى رابحة، وما كان سيضعه في حجه فإن ثم أبوابا للخير فتحها الله تعالى لذي المال. فقد مدح الله تعالى في كتابه هؤلاء الذين ينفقون أموالهم، فقال عز من قائل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه وقليل ما هم. انتهى الحديث. فإن كنت ذا مال ولم تستطع الحج فأبواب الخير مشرعة مفتوحة على مصراعيها، أن تنفق في سبيل الله عز وجل بإطعام الطعام وبذل هذا المال إلى المساكين والفقراء وإعطاؤه إلى الجمعيات الخيرية التي تعنى بإيصال هذا المال إلى مستحقيه. ثالثا، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له ونبه عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فإن المؤمن لا يتقرب إلى الله تعالى بأحب مما افترضه الله تعالى عليه. وتأمل كلمة ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول: كثير من الناس يهون عليه التنفل بالحج والصدقة، لكن يثقل عليه أداء الواجبات من الديون ورد المظالم، وكذلك يثقل على كثير من النفوس التنزه عن كسب الحرام والشبهات، لكن يسهل عليها إنفاق ذلك في الحج والصدقة. حتى قال بعض السلف: ترك دانق، والدانق هاهنا سدس الدرهم، ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلي من 100 حجة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإن
الحرص على أداء الفرائض والتقرب إلى الله تعالى برد المظالم، وكذلك بالواجبات هي أعظم ما يتقرب إلى الله تعالى بها في الأشهر الفاضلة وفي الأيام الفاضلة. رابعا، شهر ذي الحجة في أيام فيه من الفضائل ما سبق وأنه وهنا على بعض منها، ومن أعظم هذه الأيام أيامه العشر الأول، ويوم عرفة، ويوم العيد، وأيام التشريق، وكل هذه الأيام الفضيلة الكريمة يشمل الحاج وغير الحاج، وذلك باب للخير عظيم لو كانوا يعلمون. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. فالله الله، إذا لم يكتب الله تعالى لك الحج أن تغتنم هذه الأيام، أيام العشر ويوم عرفة بالذكر والدعاء وصومه، ويوم العيد بنحر الأضاحي. يقول ابن رجب معلقا على هذا: لما كان الله وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته، فإن الله تعالى فرض الحج مرة واحدة في العمر، لكن جعل موسم العشر مشتركا بين السائرين، أي الحاج من حج والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر أو استطاع في العشر على عمل يعمله وهو في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فلذا من فضل الله تعالى أن فتح، انتهى كلام ابن رجب، لذلك كان من أعظم الفضائل أن يغتنم المؤمن، لا سيما لمن لم يستطع الحج، أن يغتنم المسلم هذه الأيام الكريمة. ولعلي قبل أن أختم هذا المحور، وهو ختام هذه الكلمة الموجزة، أن أورد كلمة لطيفة أيضا لابن رجب رحمه الله تعالى في من حبس عن الحج لعذر، فقال: إخواني، إن حبستم العام عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس، فهو الجهاد الأكبر، أو إن أحصرتم عن أداء النسك فأريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر، فإن إراقة الدماء لازمة للمحصر، ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب، فإن الذنوب حالقة الدين وليست حالقة الشعر، وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بأرجاء المشاعر، ومن كان قد بعد عن محرمات الله تعالى فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله تعالى، فإن رحمة الله قريب ممن تاب إليه واستغفر. ومن عجز عن حج البيت أو البيت كان منه بعيد
فليقصد رب هذا البيت، فإنه ممن دعاه ورجاه فإن الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.